أول حاجة دكتور مرتقي من اللي كان تكلموا على الإفرازات الدهنية عند الإنسان، يعني في أي بلاصة مثلا من الجسم ديالو، الأغلبية كنشوفوا عند بزاف ديال الناس تيكون الوجه ديالهم ميدم، يعني ديك الإفرازات عندهم في الوجه، عندهم في الشعر ديالهم مثلا حتى هو تيكون فيه نفس المشكل. أشنو اللي تيخلي هاد الناس عندهم هاد الإفرازات هادي لدرجة أنها كتبان؟ إذن الإفرازات الدهنية ما يسمى الفرنسوية ليبر سيبوري، وهو تيكون عندنا واحد الغدة هي تسمى لاغلوند سيباسي، هي ديك الغدة اللي تتكون لاصقة في الشعر، با فورسيمون الشعر الغليظ، مي في داك لو ديفي، داك الزغيبات الصغار اللي تيكونوا في الجلد. نعم. تدخل فيهم الا درنا بالميكروسكوب وهزينا واحد العينه وهذا، تلقاو فيهم غدد، هاد الغدد تدير هاد الافرازات، كاين شي واحد الميسكل طاير فيهم اللي كيت كونتراكت باش يخرجوا هذاك الافرازات ديالهم، ولكن هي هاد الغده هي معرضه لعوامل خارجيه وداخليه تتخلى تكون افرازات عن شخص اكثر من الاخر. نعم. كاين مشكل وراثه، كاين الناس اللي تكون عندهم هذاك الشيء وراثي، كاين مشكل ديال 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 الستريس طيب كي بانه تقدر هذيك الغده تكون تفرز اكثر، كاين مشكل ديال الاكل، اذا مؤخرا تبدا الدراسات بانه الحليب ومشتقاته عندهم عرضه انهم يكفيتوا هذيك الغده باش يخليوها دير افرازات ديال الدهنيات اكثر، وكاين مشكل خاصه عند النساء، مشكل هرموني اللي تتكون سنسيبل هذيك الغده لواحد الهرمون مال اللي تخلي هذاك التستوستيرون تخليها تكون عندها افرازات اكثر. اي نعم. طيب شنو اللي كيخليها بعض المرات كتحول عند الكثير من الناس دكتور مرتقي انها ما كتبقاش فقط كيقول لك انا ما عنديش غير الافرازات الدهنيه، يعني واحد الكتل اللي كتكون بحال الشحمه عندهم تحت الجلد، واش هذه عندها علاقه بزياده الافرازات الدهنيه او لا؟ منين كتجي هذه الشحمه باش كتكون عند الانسان؟ يعني كاينين الناس دكتور مرتقي اللي كنقدروا نشوفوهم ديك الشحمه عندهم بحال الكويرات، والوقت اللي تيقول لك الانسان تيقيسها كتحرك. لا، هذوك الكويرات اللي تيكونوا تحت الجلد ما هذوك ما يسمى بليبوم. ليبوم هما سوندي تيمور بينين، وهي واحد لي زاديبوسيت، دوك الخلايا الدهنيه ديال الشحمه تتكاثر كثره. اذا هنا خصنا نفرقوا ما بين هاد لي ليبوم والافرازات الدهنيه. تنهضروا على الافرازات الدهنيه ديال لا غلون سيباسي، داك تلقى وجههم يدم هكا تدوز يدك، تلقى عنده ليدام في نيفو في الحاجب ديالو في الوجه ديالو بحال الزيت خارج من الوجه. اذا هنا هادي سي لا غلون سيباسي تتفرز هذيك الدهنيات، ولكن هذاك المشكل ديال دوك لي ليبوم دوك بحال الشحيمات اللي تيكونوا تحت الجلد كرات، هذوك ماشي بزاف ناس يجيو تيقولوا راه ولتيسات، هما ماشي ولتيسات، سو سون دي تيمور بينين، واحد التكاثر ديال الخلايا ديال لي زاديبوسيت اللي تيتكاثروا بواحد الكثره، وتتكون عند واحد لاميتوز، يعني تيزيدوا ينقسموا تيديروا واحد الكتله ديال الشحمه تكون تحت الجلد وتيتسد عليها، وتبقى مع المده تقدر تكبر، هذيك تيكون داخل فيهم مشكل ديال الوزن، مشكل ديال الوراثه، هما تيكون هذا المشكل. اذا هما دي تيمور، يعني تيمور حميده ما تكونش خطيره، ماشي التيساس اللي في غالب الاحيان تيكون غير عن بروبليم استيتيك وتكبر، ما تيتم الاستئصال ديالهم تنديروا لهم تشريح طبي، وتيجينا في غالب الاحيان بانهم سون دي ليبوم و ابسونس دو مالينيتي، يعني ما فيهمش شي حاجه خايبه.